أمر محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بإعفاء معاون المحافظ لشؤون الأمن وتكليف بديل عنه. وتضمنت وثيقة للمحافظ حصلت قناة صلاح الدين على نسخة منها أنه استنادا للصلاحيات المخولة إلينا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ولمقتضيات مصلحة العمل، تقرر إعفاء زهير محمود زهوان من مهام معاون المحافظ لشؤون الأمن وتكليف ربيع فارس عبد الله بدلا عنه.